قام وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة القمص يوآنس أديب بتعليق زينة رمضان أمام المطرانية، وتعليق فانوس كبير في شارع الكنيسة والزينة على أبوابها احتفالا بشهر رمضان الكريم، مشاركة منه لأصدقائه وجيرانه وأحبائه من المسلمين في الاحتفال بشهر رمضان. كما حرص أيضا القمص يوآنس أديب على شراء كمية كبيرة من فوانيس رمضان وتوزيعها على الأطفال بمدينة الغردقة، حيث تجمع الأطفال من حوله وقام بإهدائهم لفوانيس رمضان وهنأهم بشهر رمضان المعظم. أحب أنتهز الفرصة وإحنا في قرب عيد حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة. اعتدنا سنويا بنعلق الفانوس والزينة على مقر الكنيسة، ودي يعني طبعا رسالة مهمة جدا إنه تحت شعار أعيادنا واحدة. تتزامن كمان المناسبة في هذا العام 2022 إن احنا في فترة الصوم، وإخواتنا المسلمين بعد أيام كمان هيصوموا، وعايز أقول إنه كمان هتتزامن الأعياد، عيد الفطر هيكون يعني بعد يعني قبليه بأيام قليلة عيد القيامة المجيد، فالعام ده مميز شوية ليه يعني خاصية خاصة. وطبعا تحت شعار أعيادنا واحدة اعتدنا في الكنيسة هنا في شهر رمضان في عيد الفطر عيد الأضحى المولد النبوي الشريف